متابعين صباح اليوم، وقبل ما انتقل لفقرة تسمع مني، في حدا تواصل معي على تويتر من اكاونت اسمه Only Me. ساشا، تخيلي مع كل الظروف اللي عم نمرق فيها بالأونلاين، مدرسة رسمية بتبعت ورا بعض الأهالي ليمضوا تعهد إذا أولادهم ما جابوا علامات منيحة بالمات مش رح تعطيهم بطاقات ترشيح لصف البروفي. شو بدنا نحكي؟ يعني أنا مع أنك تسمي المدرسة، يعني بهالظروف اللي نحن عم نقطع فيها ما جابوا علامة منيحة على المات ما بياخدوا بطاقة الترشيح بالبروفي، كيف؟ يعني معلش نطول بالنا، ما بعرف المدرسة اللي عم تحكي عنا، لو فينا كمان نذكرها هيك نعلي الصوت. يمكن الشيء المنيح بمواقع التواصل الاجتماعي أنه ممكن هيدي القضية عن جد تصير الناس تتفاعل معها أكتر ونوصل الصوت ونعليه. وأنا من برنامجي بقول كمان تقولي اسم المدرسة، لأنه اللي عم بيصير بحق هالطلاب شيء كتير خطير وبيأثر كمان على مستقبلهم. معلش نطول بالنا على بعض بهيدي الفترة، المدارس والمعلمات وهيدا السيستام التربوي كله الصعب علينا جميعا. طيب رح نروح إلى فقرة تسمع مني. طلعنا بالبامبر، يلا ضيف اللايف كوتش بحبه كتير أنتوني رزق. أنتوني من اللايف كوتشز اللي ما بيعطي قواعد إذا بدكم، إنه إيه كيف منكون إيجابيين وهولي صاروا بلا طعمة بهالظروف اللي عم نمر فيها. أمور عملية رح نتطرق لها اليوم مع أنتوني رزق. صباح الخير. صباح النور ساشا، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. وأنت بعدهم أولادك صغار للأونلاين صح؟ الحمد لله الحمد لله بعد نظر. يعني شو بدي اقول لك، كارثه الكوارث عم نقطع فيها. انتوني هالظروف اللي نحن عم نمر فيها، يعني كنت عم بحكي انا وياك امبارح شو بدنا نختار موضوع نحكي فيه، ذكرت شغله كثير مهمه انه هاو تو سرفايف، يعني كيف بدنا اذا بدك نعيش او يعني نتعايش نكفي. ما بعرف اذا 2020 هيك صرنا على اخرها 2021 شو واصلين واصلين معنا حيل. من وين بدنا نبلش يا انتوني؟ كيف بدنا نغير اذا بدك هالمنتاليتي اللي عنا بظل هالضغوط اللي نحن عم نعيشها ساشا؟ اول ما بلش تصير الثوره اذا بدك، طلعت على السوشيال ميديا كثير وقلت قاطعين بتغيير، اوكي؟ وبيقول ستيفن كوفي انه بده 21 يوم تيصير واحد تيكتسب عاده جديده. بنفس الوقت اللي عم نفوت فيه بالثوره ورجعت صارت الكورونا فيروس، كمان طلعت على السوشيال ميديا وقلت لهم للعالم انتبهوا لشو عم تتحولوا، اوكي؟ فينا وبلينا البانديميك بده يقطع، يمكن يقطع ويمكن ما يقطع. بس اللي ما فينا نغض النظر عنه انه نحن عم نتحول من جماعة بيركضوا وبيسعوا لأهدافهم لجماعة صرنا كسلانين شوي وسلبيين كثير. بتوافقين الرأي؟ ستيفن كوفي بس يقول لي بده 21 يوم تثبت عادة معينة. طيب هيدا الإنسان اللي كان عم بيروح على شغله كل يوم، كل يوم عم بيعطي مجهود، فجأة لقى حاله صار يفضل العزلة، صار يتحول لإنتروفيرت أكثر، بيتفادى العالم. طيب ما هي عم تصير حابة جديدة عنا إياها. شو بدنا نعمل؟ دائماً عم بقول شغلة 2020 او سنة 2020 منا سنة التألق الرائع مثل السنين اللي قبل، هي سنة سرفايفل، يعني صار عندنا وضع معين بدنا نتأقلم معه بلا ما نخسر هويتنا. لأنه السؤال دائما اللي حأسأله لكل شخص كان يقول ما عندي وقت، يعني بتتذكر كل الانترفيوز كنا نعملهم سوا عذر كل العالم انه ما عندي وقت، ما عندي وقت اقعد مع عائلتي أكثر، ما عندي وقت حب مادة أكثر، حب جوزي أكثر، أصرف وقت مع أولادي أكثر، ما عندي وقت لشغلي. فجأة بتلاقي العالم عمل يونيفرسال باوز، صار كلنا عنا وقت وما حدا حقق اهدافه. حتى الاهداف الصغيره مثل بدي روح على الجيم، بدي صير فت، بدي اعمل دايت بس ما عندي وقت. سو الحجه هي نفسها. دائما السؤال اللي حاساله هو ار يو وين كورونا فيروس از اوفر؟ يعني بس يقطع هذا البانديميك اذا قطع قريبا رح تحب الشخص اللي وصلت له؟ المجتمع اللي حوط حالي فيه تمام، هالنيجاتيفيتي اللي عم نتعرض لها يوميا مثل كيف بدي اعطيك ميتافور؟ ساشا مثل اللي عم بيشوي باربيكيو نهار الاحد، اوكي؟ لو شو ما كان حاطط بارفان حلوه، لو قد ما كانت ريحتها قويه، اذا هو عم بيشوي الباربيكيو اللحمه رح تطلع ريحته لحمه. نفس الشيء لو قد ما كنت بوزيتيف تينكر وانا محاوط حالي باشخاص هالقد سلبيين، مع الوقت رح تطلع ريحتي سلبيه، رح يجروني نزول لو شو ما كنت عم بعمل لحالي. سو تيب نمبر 1 لكل شخص عم يحضر هلا، جرب استبدل العالم السلبيين بحياتك باشخاص ايجابيين. واينو
اذا وينهم وينهم هيدي الأشخاص... شغله تانية. هيدا موضوع تاني انه مين بعد يعني ما المشكله يا انطوني انه منك قادر تكون ايجابي وعرفت يعني انه ما خلص ما في شيء عم بعكسك بتجرب انت تكون منيح صح بس في كثير اشياء واشخاص ايجابيين موجودين بالعصر اللي نحن فيه وامبارح كنت عم بحكي مع مرتي بنفس الموضوع انه نحن عايشين بنعمه العصر ما عم كون بوزيتيف ثينكر انت يمكن اكثر شخص بيعرفني ساشا ما بعمل فرضيات وبحكي اشياء ثيوريتيكال نحن عايشين بعصر نعمه يعني عندنا اكسس على يوتيوب عندنا حتى طلع على البروجرام كنا نشوف بعضنا لايف هلا صرنا على زوم سو ما فيني اقول ما في اشخاص ايجابيين بكل الكره الارضيه اذا بدك بعطيك كم اسم موتيفيشن سبيكر يلي هن اسيتست فينا نحضرهم كل يوم نحاوط حالنا فيهم لانه بيقولوا انه نحن معدل الخمس اشخاص اللي بنحاوط حالنا فيهم سو اذا اول شخص نكدي والثاني والثالث والرابع والخامس انا اكيد مع الوقت رح صير السادس بنفس الوقت اذا الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ايجابيين وبيرفعوا لي معنوياتي او حصير انا السادس او رح يتخلوا عني بعصر السوشيال ميديا قادر فوت على حياتهم اشرب قهوه معهم كل يوم الصبح بس اوعى هالاشخاص اللي عم يبعثوا لي بوزيتيف ثينكينج وبوزيتيف مسجز اللي وظيفتهم اصلا يرفعوا لي معنوياتي سو بس تكون كل الدنيا ماشي عكسي انا عندي الخيار بدي امشي معها ولا بدي امشي عكسها ميك سنس نحن بهالنعمه ليه عم بقول لك هيك عم تخيلي هذا الكورونا فيروس صار من قبل بعصر ما في انترنت ما في سوشيال ميديا عن جد شو كان صار ما بعرف كنا اختربنا انا في شغله I'm really grateful for اول شيء انت بتعرف انه كنت سافر 3-4 مرات بالاسبوع سو ابني بعد شوي كان حيعيط لعمه انا من الاشخاص اللي عن جد اعتبرتها نعمه بحياتي قدرت اشوفه عم شوفه كيف عم يمشي عم شوفه كيف عم يكبر وبنتي الصغيره نفس الشيء اتس such a blessing وتخيلي لو قطعنا بهذا الوضع بس ما كان في تواصل يعني هلا الدول نبهت بعضها عملوا كوارنتين صاروا عم بيحكوا مع بعضهم حيالله مسج بدك اياه بيوصلك بثواني عشرت ما بدي انا اروح ادور على النيجاتيف ايشوز اوكي يعني صار عندنا هابت نحن كلنا بنعملها اول شيء بنعمله بس نفتح عيوننا شو بنعمل نطلع على التليفون واكيد اخبار سلبيه شخص عم بيقطع بصعوبه صح تيب نمبر 1 لكل شخص عم بيقطع بشيء مش عاجبه ما بقى تطلع على السوشيال ميديا ولا على الاخبار اول ما تفتح عيونك اذا في شيء بشع لازم نعرف فيه ساشا يا اما جارتي رح اللي يا اما رح حدا رح يتلفن لي رح يخبرني بالخبر البشع اما انا تروح اكتفلي سيرشينج على مصدر التعاسي ذس از ان ابسولوت تشويس هون بنرجع للعاده اللي حكيتها اول شيء يعني صح. كيف نحن معودين نوع الصبح نمسك التليفون نشوف الاخبار ما هي العاده بدها وقت كمان لتتخلص منها يعني بدنا نحن كمان نساعد حالنا بهذا الموضوع يعني نحن عنا القرار انه نختار نحن وين بدنا نكون لانه الظرف مطول الوضع مطول وهيك ما بقى فينا نكفي صحيح ويمكن يسوق هيدا اوبشن دائما لازم نخليه نحن عنا بحياتنا اذا كل الكره الارضيه عم تنهار بنهار معها ما عندي اكسبشنز ساشا انا بدي اطلع على الاكسبشن مين بوضعنا مثلا طلعت من شي 5 اشهر كان عندي بيج تريننج لانتربرينورز بلبنان بلشوا يستسلموا وكلهم عم يفلوا من لبنان وعم بيقولوا انه مش الوضع منه مساعدنا لنعمر بزنس لنغتني جيت قلت لهم طلعوا على الاكسبشنز طيب ما في كثير اشخاص بهالمرحله عم بيعيشوا مبسوطين اكثر يمكن خفت الضجه اللي حواليهم رجعوا عملوا جراوندنج بنسميها نحن اكتشفوا حالهم من جديد هيدي فرصه ما بتطلع لنا بالعاده ومني عم بحكي بوزيتيف بس انطوني صرنا نعم. غير يعني خلينا نكون واقعيين كمان شوي انه صرنا غير اشخاص يعني تعودنا أكيد. اذا بدك على العزله نوعا ما صح. تعودنا صح. على هالنمط ما الانسان بيتكيف وقديش له هيدا الوضع وهيدا الظرف يعني مزبوط غيرتك هيدا الشيء يمكن كنت شخص انت منفتح على الناس وسوشيبل هلا بتحس انه مش عم بعمم اكيد بتحس انه لا صارت راحتك بقلب هيدا المكان الخاص فيك يعني الكومفورت زون اي لاف كومفورت زونز قديش صار لك تعرفيني شاشا ساشا 8 سنين شفتيني لابس غير اسود هالتيشيرت؟ عن جد ولا مره شفت انطوني لابس غير لون الاسود ولا okay. مره اتس ماي كومفورت زون تعودت عليه صار هابت اتس فاين ببرم العالم بتلاقى برؤساء بلدان لابس نفس الثياب اتس
المشكله بالموتيفيشن سبيكرز صاروا كل ما يشوفوا واحد عم بيقول لك ايم كومفورتبل بيدفشوا ليتغير. طيب ما اف يو هابي كومفورت زونز منهم شيء عاطلين، منا شيء عاطل الكومفورت زون تبعي، على شرط تكون بعدني عم بلحق اهدافي واهدافي تكون صح. يعني قديش فيني انا ارفع حالي وارفع المجتمع اللي حوالي وعائلتي وعيش مبسوط؟ مش هيدا هدفنا؟ مش هدفنا نعيش ونشتغل ونجمع مصاري تبعدين نتقاعد على شيء جزيره؟ هلا نجمع انسى، هلا نجمع هلا نجمع صح؟ هلا كل يوم بيوم ساشا تمي اتس فيري سمبل. كل انسان اخذ قرار بحياته كان يا اما درايفر بحياته، يعني هو اللي عم بيسوق حياته، او كان باسنجر وقاعد عم بيحضر حياته شو عم بيصير فيها. من القرار الصغير مثل توقيف الدخان للقرار الكبير انه واحد يغير بلد، بدها تبلش بقرار. يلي مش مصدقني رح اعطيكم هالاكزامبل. كلنا كنا نحضر باسكتبول، يمكن بعدنا بنحضر باسكتبول، بيكون في فريق خسران بفوت على الهاف تايم، بيطلع من الهاف تايم بيربح الجيم. وهيدي صايره كثير. طيب شو صار معه بقلب هاللوكر روم؟ عضلاتهم زادوا لهالفريق للعيبه؟ لا. السكيلز تبعهم زادوا؟ مهاراتهم؟ لا. نفسهم الاندورانس تبعهم زادت؟ لا. الشيء الوحيد اللي فرق انه جابوا هيدا الكوتش حكيهم كم كلمه وطلع قال لهم دو يور بيست، صح ولا لا؟ صح. وما كان نيجاتيف معهم يعني ابدا، ما كان في ولا شيء نيجاتيف. في طلعوا دو يور بيست، بدي اياكم تربحوا هيدا الجيم. هيدي المنتاليتي اللي نحن عم نحكي فيها. يلي بعده لليوم مفكر انه سكسس اند هابينس خصهم بالمصاري او بالعلم او بالشهره، مش مزبوط، لانه ثلاث ارباع الكلاينتس تبعي جدا مشهورين، جدا معهم مصاري، جدا معلمين ومنهم مبسوطين. Your secret to happiness is about your mindset. اعرف انه انا اليوم انا اللي عم سوق حياتي، مش عم بنساء. اعرف انه قصه حياتي هي مثل كتابه، انا اللي عم بكتب الكتاب، ما بدي اعطي كل شخص بتلاقى فيه الالم. اوكي؟ قد ما في نيجاتيفيتي لازم اطلع انترنالي وانا اشوف شو لازم اعمل. الريتشوالز كثير هينين ساشا، ببلشوا من حرموا حالكم من الاخبار. That's number one. Number two، كل يوم بدي اكتب اهدافي. كتروا ستاديز كثير بييل يونيفرستي، بكل جامعات العالم، كتروا ستاديز انه انا اذا كل يوم كتبت اهدافي الصبح البروبابيلتي اني احققها بتكبر كثير اوفر ذا كورس اوف 10 years. لازم حالي وحاوط حالي باشخاص ايجابيين، اذا مش موجودين فوت على يوتيوب بحط هالاشخاص بحياتي. لازم اتمرن على الامتنان او الجراتيتيود، لازم اكتب 10 اشياء ايم جريتفول فور يوميا، ولازم لازم لازم اكتب 10 اهداف بدي احققهم كل يوم لو قد ما كانوا صغار. كتير مهم اللي عم بتقوله أنتوني، لأنه وحقيقي اللي قلته أنه في كتير ناس ناجحة بالحياة ومرتاحة ماديا بس منا سعيدة، يعني عندها كل شيء بس منا سعيدة. يعني بنرجع لهالنقطة اللي أنت ذكرتها قديش هي أساسية ومهمة، ونقدر النعم بحياتنا. هيدي النقطة أنا كتير بتعني لي، إذا بدك أنه نقدر أبسط النعم بحياتنا، لأنه عن جد اخدينا for granted، ما بنعرف إمتى لنا نفقدها أو نخسرها. صحيح صح. طب النقطة اللي أنا اللي بحب دايما أسألها، أنه ليش بدي أقعد سجل أنا أهدافك اليوم الصبح أقعد أكتبهم؟ هل قد هيدي العملية البسيطة بس هي كتير مهمة؟ بدك الجواب السهل ولا الجواب العلمي؟ لا بدي شيء سهل، علمي ما تعقد لي إياها. أوكي. شيء سهل لأنه جربت البديل. والبديل ما كان ناجح. أينشتاين بيقول تعريف الجنون هو واحد يعمل نفس الشيء كل يوم ويتوقع نتائج مختلفة. حلو. شيل شوي علمي، في عنا رادار بدماغنا، أوكي؟ اسمه RAS. وظيفته بيجي لعندي هيدا الرادار بيفتح بس يكون بدي شيء معين، يعني بس بدك تشتري سيارة جديدة، فجأة بتصير تشوفيها وين ما كان، صح؟ إذا بدك ساك جديد بتصير تشوفيه وين ما كان، إذا بدك تليفون جديد مش معناتها بلش يظهر، كل عمره موجود، بس قد ما في اشياء بالحياه بنسميها ديستورشن بتفلتر لي لتحميني من الانفورميشن اوفرلود، بتشل لي هالاشياء اللي ماني عايزها، بس صير عايزها وحطها على هالرادار بصير يفرجيني اياها اكثر. اوكي؟ اكزاكتلي. سو بس اكتب اهدافي انا يوميا، هيدي الستدي صارت بييل ب 1953.
عملوا انترفيو للصف اللي عم يتخرج وقالوا لهم كم حدا منكم بيكتب اهدافه يوميا؟ 3% رفعوا ايدهم قالوا نحن بنكتب اهدافنا يوميا. نطروا 20 سنه صارت 1973 رجعوا عملوا انترفيو معهم لهالاشخاص حققوا الاهداف اكتشفوا انه هال 3% كانوا مبسوطين اكثر صحيين اكثر واغنى من 97% كومباين. بس دخيلك ما بدي انطر 20 سنه، انا هلا بدي اعيش وانبسط. انتوني على كل حال ايه نعم عم بيقولوا لانه انتهى الوقت هلا وتعيشي هلا ايه اوكي بدي اعطي مجهود هلا شو اوكي نحن المارينز بيقولوا شغله everybody wants to go to heaven no one wants to die. كل العالم بدهم يعملوا اهداف ما حدا بده يحقق مجهود. ايه فكر فيها معك حق معك حق. أنتوني رزق اللايف كوتش بدي أتشكر هالمداخلة الصباحية معك، إن شاء الله نكون فدنا المشاهدين وعطيناهم شوي هيك موتيفيشن على الصبح رغم كل شيء عم بيصير. شكرا لك أنتوني وبشوفك بخير إذا الله راد.